صباح الخير مشاهدينا، شو نصايح الفلك لقلنا اليوم؟ رح نكتشف سوا بفكرة جديدة من أوروسكوب مع أبراجنا الـ 12، والبداية مع برج الحمل. مهنياً بعد المشاريع بتخليك محمس وبتعطيك أمل كتير كبير بالمستقبل، أما عاطفياً حاول أنك تكون أكثر التزاماً بعلاقتك مع الشريك. الثور، مهنياً خطوة نوعية بتحطك بالواجهة، وخصوصاً إنك واجهت بالماضي تراجع لافت بمكان عملك. أما عاطفياً حاول إنه تبعد عن المشاكل اليوم مع الشريك، لأن حركة الكواكب ما رح تكون لصالحك. الجوزاء، مهنياً ما تتسرع بالحكم على الزملاء إذا ما كنت متأكد من نواياهم، واعطي فرصة للعالم اللي بتكون بوجهك كرمال تتبرر تصرفاتها. أما عاطفياً بيبتسم الحب لإلك وبيدق بابك قريباً، فبياخدك لعالم جديد وبيخليك إنسان تاني. نوصل لبرج السرطان، مهنياً بتخلص اليوم الصعوبات والعرائيل يلي كانت عم تواجهك بالماضي، وبترجع لطبيعتك بالشغل وبتقدم كل يلي عندك. أما عاطفياً بتستغل جاذبيتك لتقنع الشريك بوجهة نظرك، فبتحقق نجاح لافت صار لك زمان ناطره. منكمل مع برج الأسد، أنت اليوم كتير متشنج وفي عندك بعد المشاكل بمكان عملك. بطمنك يا عزيز الأسد أنه هذه الفترة رح تكون جدا قصيرة، وبعدين رح تحس حالك مرتاح أكتر بين الزملاء. أما عاطفيا فالحب عم يدق بابك له فترة، وأنت إنسان كتير محظوظ بالحب، لأنه اليوم شريك حياتك بيفهمك وعم بيساعدك ويكون دعمك 100%. العذراء، مهنياً بطلت الأخبار العائلة هي الأساس بحياتك، وصار كل تركيزك على شغلك هيدي الفترة. أما عاطفياً علاقتك بالشريك هادية وبيرجع كل شيء طبيعي بعد سوء التفاهم يلي صار بيناتكم من فترة. الميزان، مهنياً بيرجع لك الحظ عن جديد، رح تختفي المشاكل والعرائيل يلي كانت واقفة بوجه تقدمك. أما عاطفياً أعصاب الشريك التعبانة بتخليك قلقان وخايف عليه، وهيدا الشيء بيشجعك لتحضير مفاجأة تغير له من جو التوتر يلي عايش فيه له فترة. منكمل مع العقرب، عزيز العقرب، مهنياً يمكن ظروف خارجة عن إرادتك تخليك تلغي بعض المواعيد مع بعض الأشخاص المهمة، ما تزعل ولا تتوتر، يمكن لمصلحتك هيدا التأخر. أما عاطفياً صارح الحبيب بمشاعرك تجاهه، فهو بحاجة لإلك وبحاجة إنه يعرف إنك متعلق فيه وبتحبه. ننتقل لبرج القوس، مهنياً بترتاح نوعاً ما وبتستفيد من بعض الفرص بحياتك المهنية، كما أنه يمكن تحقق تقدم كتير كبير بالمشروع يلي لك فترة عم تشتغل عليه. أما عاطفياً بتبحث عن استقرار وبتحاول أنه تضبط الإيقاع وبتعالج المشاكل المتراكمة من فترة بعلاقتك العاطفية. ننتقل عند الجدي، مهنياً إذا كنت مشنج شوي أو مزعوج من بعض التصرفات، ما تكون جارح بطريقة حكيك ولفت الأنظار. قد ما فيك جرب كون إنسان سلس، وحط دايماً حالك محل وجهك تما تجرح مشاعره. أما عاطفياً الصبر هو من أبرز صفاتك، وهيدا الشي بخليك أكثر قريب من الشريك. الدلو، خليك متفائل وخلي طموحك كتير كبير، فيمكن فشل بعض المشاريع بتخليك تربح خبرة. المهم ما تستسلم وخليك عم بتجرب لتوصل لكل أهدافك. حياتك الاجتماعية عم تتعبك، فنصيحة حاول أنك ترتاح شوي لأنه صحتك بلشت تتأثر. واخيرا مع برج الحوت، يوم عادي جدا يمكن يتخللوا بعض الاخبار الحلوه، لكن ما بتفاجئك بما انك كنت عم تشتغل لك فتره كرمال تتحقق النجاح بمكان عملك وتلفت انظار المسؤولين عنك. اما شريك رح يكون دعمك بكل القرارات اللي رح تاخذها، ان كان بحياتك العاطفيه او العائليه او حتى الاجتماعيه. مولود برج اليوم بدنا نعيدك ونقول لك عقبال المية، وبنتمنى لك نهار مليان بالطاقة الإيجابية. من صفاتك صريح كتير وبيكره اللف والدوران، بفضل يزعل المحيطين فيه بسبب صراحته على أنه يكذب ويساير، ما بيخلي الهموم تسيطر على حياته، بحاول يلاقي قد ما فيه حل لكل المشاكل يلي بتكون موجودة. أصدقائي، هذه كانت كل معلوماتنا لليوم بفكرة أوروسكوب. أنا بلاقيكم بكرة بمعلومات جديدة وفكرة جديدة مع عالم الفلك.